السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال تجولنا في الطبيعة عبر هذا البث الغير المباشر، سنتطرق إلى موضوع يهمنا جميعا، ألا وهو كيف نعرف شخصا نرجسي أو مقتل العقل. هناك عدة شخصيات ينصح بالابتعاد عنها متى تراقب أن هذه العناصر التي سأذكر تتمثل في شخصية الفرد الذي تعاشره، إلا أني سأخص الذكر وسأركز على نوعين يجب تجنبهما ومغادرتهما قبل الوقوع في قبضة يديهما، ثم يستحيل عليك التخلص منهما. غالبا ما نرتكب الأخطاء عند الاختيار شريك حياتنا، وعلى الشخص الذي سيرافقنا طوال العمر أو الصديق الذي سيصبح عمود فقري في مختلف الظروف ومراحل الحياة. طبعا سيكون صعبا جدا من أن نعثر بسهولة عن الشخص الذي يلائم كل متطلباتك ويصادقك إحساساتك، حين يتبين لك أنك كنت خاطئا في اختيارك، تتفاجأ أنك كنت لعبة مدبرة من طرف من أظهر لك نواياه الحسنة قبل أن ترضخ إليه بتسليم حياتك له. فيبدو أمره غريبا ولا يمكن أن يكون واقعيا، فيدفعك العقل إلى الشكوك في تصرفاته التي أصبحت مختلفة تماما عن سابقها، ثم تظن أنه تغير وأنه لم يعود ذلك الشخص الذي تعودت عليه في البداية. لكن ما الذي حدث؟ في الواقع هو ذلك نفس الشخص ولم يتغير، بل لن يتغير، بل فقط ظهرت حقيقته وخرج من حالته الانخداعية ليلجأ إلى مصدره ويبرز شخصيته التي نشئ عليها منذ طفولته، فيزيل القناع عن وجهه لأنه أصلا لا يطيق الاختفاء وراء إنسان عادي وطبيعي لمدة طويلة. لذلك تلاحظ أنه سريع في كل تصرفاته ولا يهمه إلا مصلحته فوق مصالح كل الناس، ولا يثق في الوقت لأن هويته ترغمه على إدراك كل شيء في أقل وقت ممكن، خوفا من ضياع الفرص التي تأتيه صدفة. بقي لنا أن نعرف أنواع الشخصيات، لكن بسبب تعدداتهم سأخص الذكر بشخصيتين بارزيتين، سرعان ما تتضح أغراضهم وتكتشف حقائقهم. شخصيتين معروف عنهما كل الشر على الأرض، وهما الشيطان بعينه في صورة إنسان، وهما راعيين الظلم وحاميين الرذيلة ومدرستين الخيانة والحقد والكراهية، لا يجدر في حقهما سوى الابتعاد عنهما بصفة نهائية. أسوأ الشخصيات هما الشخصية السيكوباتية أي بسيكوبات، ثم الشخصية النرجسية نرجس. فالأول أكبر شرير، مشحون بالأنانية، معروف بالخيانة، لا يثق حتى في نفسه، هويته الاعتداء والانتقام، غالبا ما تراه جميل الهيئة محافظا على مظهره الخارجي، لكن لا قلب له، لا مشاعر له، ولا يؤنبه ضميره، يتقلب بسرعة ولا تقوده إلا شهواته وأطماعه، ولا يتنازل عن حقه أو كلمته، ولا يضحي من أجل أحد. وأخيرا يلتجئ إلى العنف والغصب مع من هو أضعف قوة عليه، وخاصة في حالة رفض ضحيته الأغراض التي ينتظر إنالتها. أما ثاني الشخصية النرجسية فهي تشابه أوصاف الخصم الأول، إلا هذا الأخير لا يلتجئ إلى العنف والاغتصاب، بل يستعمل الذكاء ويعتمد على خداع والحيل. هو شخص مغرور، متكبر، متعالي على خلق الله، شديد الإعجاب بنفسه ويحتقر الآخرين، لا يرعى إلا نفسه ولا يسمع إلا صوته، وهو شخص يعشق ذاته بجنون،
ليست له عواطف ولا يدرك السخاء والعطاء، بل يأخذ أكثر ما يعطي ويستغل الآخرين لخدمة مصالحه الخاصة، ثم ينكر جهودهم وفضلهم عليه في النهاية. ليست لديه مشاعر نحو أي بشر، وهو شخص يبتسم بسطحية، وعلاقته بالناس قائمة على الانتهازية والاستغلال والأنانية، وهو شخص دائما معرض لنبوات من الاكتئاب إذا تعرض لأي شيء فشل فيه، ثم إنه معدوم أو قليل الأصدقاء بشكل عام. فمثلا هؤلاء الأشخاص لا ينفع معهم سوى الابتعاد والخروج من حياتهم. فنعود من جديد لإضافة المزيد من المعلومات على شخصية السيكوباتا أو بالمختل العقلي. عند علماء يعتبر بأخطر شخص يمكن أن يصدر منه أي شيء. السؤال المطروح هنا هو كيف أتعرف عن الشخص المختل العقلي قبل أن أعاشره؟ فما هي العلامات التي تجعلني أفهم بسرعة قبل أن يدخل هذا النوع من الأشخاص في حياتي؟ أولا، علينا أن نفهم ما معنى الشخص النرجسي أو المريض العقلي. ما معنى الشخص النرجسي؟ عندما نقول أن شخصا ما هو نرجسي، فذلك يعني أنه مصاب بمرض اضطراب الشخصية النرجسية، الذي يعرف على أنه حالة عقلية توحي لأصحابها المصابين بهذا المرض أنهم أصحاب شأن أكبر مما هم عليه، وأن لهم أهمية خاصة مختلفة عمن حولهم، بالإضافة لشعورهم بحاجتهم الماسة لتلقي الإعجاب والاهتمام بشكل مبالغ فيه مع مرورهم بحالة الاضطراب في علاقتهم، مع عدم تعاطفهم مع من حولهم. ويرجع سبب ذلك إلى فرط الثقة بالنفس، والذي يقابله بنفس الوقت ركاكة الاحترام للذات عند أقل انتقاد يتم التعرض له. في نفس المعرض الحديث، فإن هذا الاضطراب يتسبب بالعديد من المشاكل الحياتية للشخص، سواء في علاقته مع زملائه في العمل أو الدراسة أو في شؤونه المالية. وعادة ما يزال الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب حالة من عدم الرضا وخيبة الأمل عندما لا يتلقون ما يصبون إليه من امتيازات وحوافز أو إعجاب، حتى أنهم قد يصلوا لنتيجة من عدم جدوى علاقتهم مع الآخرين، وأن الأشخاص من حولهم قد لا يحبوا تواجدهم أو لا يحبوا تواجدهم مع نفورهم منهم. أسباب الإصابة بالاضطراب النرجسية في القائمة التالية سنتعرض أبرز أسباب الإصابة بالاضطراب النرجسية، وخاصة في المراحل المبكرة من العمر الإنسان. ضعف الإحساس بالأبوة والأمومة لدى الطفل، الإفراط في المدح والتدليل خصوصا فيما يتعلق بجانب محدد يتقنه أو يتميز به الطفل دون التركيز على الكثير من الجوانب الأخرى. إهمال الوالدين في جانب الرعاية المطلوبة منهم اتجاه الطفل، المبالغة في النقد تجاه تصرفات الابن، التعرض للإساءة، الإصابة بصدمة عاطفية، الميول لتوقعات العالية جدا، عوامل جينية مثل التشوهات الجينية التي تعبت بالنسق العام بين عمل الدماغ والسلوك، تطبع بالشخصية الحساسة المبالغ بها. أعراض الإصابة بالنرجسية فيما يلي نتناول أبرز الأعراض التي قد تكون مؤشرا على إصابة الشخص بالاضطراب النرجسية. شعور الشخص بأهمية ذاته مع مبالغته في استعراض مواهبه وإنجازاته منتظرا من الآخرين الاعتراف بكل ذلك. عيش شخص في عالم خيالي يدعم أو هامه بأنه شخص عظيم، الحاجة إلى الثناء والإعجاب المستمر، شعور الشخص باستحقاق الدائم، استغلال الآخرين دون ذنب أو خجل، عدم احترام الآخرين وتخويفهم. نستطيع أن نقول أن هناك نوعين مختل العقلي، ويسمى أيضا باللغة الغربية بسيكوباث ومختل اجتماعي أي سوسيوباث. فعلينا ألا نخلط بينهما ونميز بين شخصيتهما،
فهما مصطلحان مختلفتين. فالأول أي المختل العقلي يعود أصله إلى قبل ولادته، وغالبا ما يكون جيني أو وراثي، أي أنه ينتقل عن الأباء. أما الثاني أي المختل الاجتماعي فيعود أصله إلى المجتمع الذي نشأ فيه أو نتيجة ظروف محيط به. الأخطر من هذين الشخصيين هو المختل الاجتماعي سوسيوبات، حيث هذا الأخير لا يتعاطف مع أي كان ولا يرضخ لأي أحد ولا يفهم مشاعر الآخرين ولا يتعامل مع من حوله بلطف ولا يثق بأي شخص، عكس المريض النفسي أو المختل العقلي ويسمى عند الغرب النرجسي، والذي يقدم على أفعال أو يقدم على أفعال سيئة ثم يشعر بالحزن وأحيانا بالندم لكنه لا يتوب أبدا، فهو غير قادر السيطرة على نفسه أو بما يقوم به من تصرفات مضرة، فهو فقط يظهر للناس أنه إنسان يشكل خطرا على الآخرين حتى يحترمه الناس، ثم أنه غالبا ما يفضل العزلة. فأهم الأسباب ترجع بارتباط هذا الشخص المصاب بتجارب الطفولة المأساوية وبماضيه المؤلم بما في ذلك الاعتداء الجنسي أو العنف الأسري. فالمختل عقليا وكما يصفوه علماء النفس الغربيون بالنرجسي يكون هو المعاق ذهنيا، فغالبا يكون هذا النوع المولود بهذا الاختلال، أي أنه يخرج من رحم أمه وهو مصاب بخلل ذهني. أما المعتل اجتماعيا أي بسيكوبات يكون نتيجة لطبيعة الحياة التي عاشها في المجتمع المنتمي إليه وفي ظروف قاسية والتي نشأ فيها منذ ولادته. أما العلاج الذي يمكن أن يتلقاه كل منهما، فالأول أي المختل اجتماعيا سوسيوبات لديه إمكانيات ضئيلة يمكن أن تؤهله إلى استرجاع صوابه تحت مراقبة طبية وخاصة عناية تامة من طرف الأسرة والأفراد القريبة منه. أما النرجسي فهو شخص عنيد لا يتغير ولا ينفع معه أي معاملة، فإنه متشبت بأفكاره ويؤمن بها فمن الصعب قناعته. في بداية العلاقة دائما حارس على إخفاء حقيقته ولا يصرح بها إلا بعدما ينال مبتغاه، فالنرجسي لا تتوقع منه التغيير لأنه يفضل نفسه ولا يملك ذرة من العاطفة ولا يشعر بالحنان ولا يكلف نفسه لكي يسعد الآخرين، فلقد حتم مصيره وحكم على نفسه فلا جدوى لضيع الوقت معه. فالأفضل أن تسحبه من حياتك قبل فوات الأوان ولا تخرجه أو تظهر ما عزمت عليه، لأنه سيحاول إيجاد طرق أخرى يغريك بها مؤقتا ثم يعود مرة ثانية إلى أصله، فلا ينجح معه سوى الابتعاد وقطع العلاقة. فالأمراض العقلية يصعب علاجها في ظرف وجيز حين تأتي بسبب مشاكل متعلقة بخلايا في المخ، سواء كانت اضطرابات أو توقف في النمو. أما المرض النفسي فهو لا يرتبط بخلايا المخ، بل علاقته بصفات مكتسبة نتيجة ما يمر به الشخص المصاب في حياته وبتأثير من يحيط به، كما يمكن أن يكون بسبب صفات وراثية حيث ينتقل من جينات الأباء إلى أبنائهم، فتجد أبناء مصابين باضطرابات نفسية. فأمثال هؤلاء بسبب مرضهم يعيشون حالة محرجة وصعبة للغاية، فيرفضون الاندماج في المجتمع وغير قادرين على التكيف وسط البيئة التي خرجوا منها، ولا يستطيعون تكوين علاقات اجتماعية وما شابه ذلك. ففي هذه الحالة يشعرون بالعزلة أو وأن المجتمع أفرط في حقهم وأنه لا ينصف من طرف أي أحد، كانت صفته مما يدفع جلهم إلى استعمال العنف. فإذا لم يعالج في أقرب وقت ممكن فيمكن أن يشكل خطرا على المجتمع. فالنرجسي لا يفكر بتاتا في إضرار نفسه، بل يدافع عن مصالحه بكل إتقان ولا
يرد بسرعة على المهاجمين، بل دائما يرتقب الفرصة لكي ينتقم لنفسه. إذن هذه في خلاصة هي حالة النرجسي. الناس المصابين بالاضطرابات النفسية، وإن كان الموضوع سيأخذ منا وقتا طويلا، قد اختصرنا في جمل قصيرة جدا، يعني في موضوع قصير، حتى نتمكن نفهم وضعية هذا الشخص المصاب بهذا النوع من المرض. إذن هذا كل ما نستطيع أن نقوله عن هذا في هذا الموضوع، ونتمنى أنكم قد استفدتم شيئا ما، وأن تطرحوا علينا كذلك أفكاركم وآراءكم من ضمن تعليقاتكم. كل ما يهمنا هو أننا ندرك الأخطار التي تتصدر من طرفها الأشخاص قبل أن نتعامل معهم أو نتصادق معهم. يجب أن نأخذ الاحتياط حتى لا نقع في نفس المشكل. لأن هنا سنكون قد انتهينا من هذا الموضوع، ونرجو أنكم تدخلوا إلى هذه القناة وتنشروا على واسع النطاق هذا الموضوع حتى يستفيد الجميع. شكرا لكم على هذا الانتباه، وإلى اللقاء في فيديوهات مقبلة إن شاء الله.